يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والسادة متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكل حضراتكم وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. النهاردة يوم مش زي أي يوم، النهاردة يوم عظيم لأنه بيمثل ذكرى عظيمة وبيفكرنا كلنا بيوم ما يتنسيش من أهم الأيام في تاريخ مصر المعاصر، وقت ما كانت البلد بالكامل والمعنى الحرفي وبدون أي مبالغة بأي حال من الأحوال كانت رايحة وبسرعة البرق في سكة اللي يروح ما يرجعش، ولكن الإرادة الإلهية كللت الإرادة بتاعة الشعب المصري في إن هم انتفضوا في هذا اليوم ورجعوا البلد مرة تانية لمسارها الصحيح. صباح الفل على كل حضراتكم، صباح الفل عليكي. صباح الفل وصباح النصر برضو، احنا من حقنا النهاردة نقول صباح النصر، كان النصر عظيم جدا. صحيح. هنتكلم أكيد بشكل أكثر تفصيلا على مدار الحلقة، لأن زي ما كريم قال وزي ما كلنا عارفين كمصريين النهاردة يوم تاريخي، يعني بكل المقاييس أسعد كل المصريين الشرفاء فعلا، هذا التاريخ اللي بجد مصر قدرت إن هي تخرج منه من الظلمة إلى النور إلى التطور إلى الإنجازات إلى العديد من الأمور الإيجابية إن شاء الله هنتكلم عنها برضو بالتفصيل على مدار الحلقة. بس خلينا في البداية ننوه عن فقراتنا النهاردة، معنا فقرة هتكون منورانا رضوى سيد بطلة مصر في الكاراتيه والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، فقرة أخرى هيكون معنا لكابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق، وزي ما احنا عارفين لسه في ملفات كتيرة جدا خاصة بالأهلي، وبكرة عندنا يعني ماتش الأهلي وبيراميدز إن شاء الله هنتكلم في تفاصيل أكتر في الفقرة. المهم مبدئيا لازم يعني كل حضراتكم نقول كل سنة وكل الشعب المصري بخير وسلام وتقدم وازدهار. النهاردة 30 يونيو ذكرى ثورة مجيدة حملت بالمعنى الحرفي للكلمة كل أمال وكل طموحات المصريين لبناء الدولة المصرية وتطوير كافة مؤسساتها، تنمية في جميع المجالات وبطبيعة الحال في المجال الرياضي اللي احنا أكيد هنهتم بأن احنا نعمل عليه ستريس حبتين، لكنها في النهاية ثورة وضعت المصريين والقيادة أمام تحدي كبير جدا لتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا. كل سنة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة وسعادة، فخورين برئيس بلدنا وقيادة بلدنا وشعب بلدنا، كل سنة ومصر بخير وازدهار يا رب. لو هنتكلم يا كريم لازم هنأكد ان يعني لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد انتفاضة هنا شعبية، لا، كانت ثورة بناء، كانت ثورة تعمير، كانت ثورة تحرير، حددت أهدافها بوضوح جدا وتطلعاتها كانت بشفافية. جاء قرار الشعب باختيار الرئيس السيسي ليقود هنا بنتكلم البلاد عبر انتخابات ديمقراطية غير مسبوقة، كان هذا القرار حاملا لتكليفات الشعب اللي ثار من أجلها يوم 30/6 بناء دولة مدنية حديثة بتعلي قيم الإنتاج، قيم العمل، بتوصون الحقوق وبتوصون أيضا الحريات. كمان لو هنضيف هنا لازم نأكد أن هي تطبق مفهوم المواطنة والحياة الكريمة وتعظم مبادئ العدالة في التنمية وتقيم القانون على الجميع. بنحتفل بالذكرى 8 لثورة 30/6، هذه الثورة المصرية اللي انطلقت بإرادة شعبها وبمشاركة جميع فئات وطبقات المجتمع. ما شفناش حد مثلا قال أنا مش قادر أنزل، أنا مش عايز أنزل، كل الناس بكل الأعمار بكل الألوان بكل الفئات بكل الأشكال بكل المستويات الاجتماعية والمادية وغيره كانت نازلة، لأن القصة كلها هي مش ثورة فرص، مش ثورة عيش، هي مش ثورة امتيازات، هي ثورة بلد، هي ثورة نكون أو لا نكون. النتيجة اللي احنا بنشوفها النهاردة أو النتائج اللي احنا بنشوفها النهاردة هي نتاج هذه الثورة أو هذا التاريخ. دولة حديثة، دولة قوية وعصرية، يعني اتولدت من جديد وبتواكب المعايير العالمية في شتى المجالات عامة، والمجال الرياضي بقى لو هنتكلم خاصة بما ان احنا طبعا برنامج رياضي وقناة رياضية. كل سنة والرئيس بخير، كل سنة ومصر بخير، كل سنة وكلنا يا رب خير. وبرضو الكلام لسه ما خلصت، هنتكلم على مدار الحلقة أكيد عن مزيد ومزيد من الإنجازات. وكمان على فكرة مش عايزين ننسى المرأة، لأن المرأة كسبت الكتير جدا من بعد 30/6 ويعني في وجود سيادة الرئيس حقيقي. المرأة كانت في طليعة ثورة 25 يناير وكانت في طليعة الثوار في 30/6 وكان ليها صوت مجلجل في كل مكان في مصر وقالت قولها ويعني هي ثورة تحرير. انت عارفه بقى كده لما تبصي لها من زاويه معينه والله العظيم كانك انت بتحرري نفسك وبلدك من العدو، وتحرير عقول وتحرير افكار قديمه وموروثات كل حاجه بصراحه. يعني يكفينا نتكلم سريعا برضو معلش اصل ما ينفعش نعدي التاريخ ده بهذا الشكل، ما يكفينا فكره هنا نوع من انواع تطوير الانسان في فكره العشوائيات، القضاء على العشوائيات، هذا المشروع الضخم المحترم. تاني انت ما كنتش بتنقل بني ادم من مكان لمكان، دولاب من دولاب، هدوم لهدوم، لا انت بتنقل فكر، بتنقل مستقبل، بتنقل يعني بني ادم في حته تانيه
خالص وبتنقل البلد بالتالي. فانت فاهم النقله يا كريم طبعا. ده كلام على فكره ممكن الناس تقول له لا على فكره هو مش خالص. الفكره ان انت لما شخص مصري او اي مواطن بيتولد وبيتربى وبينشا في مجتمع غلط او مجتمع سلبي او مجتمع مليء بالجرائم ده بيدي لك بعد كده مجتمع عامل ازاي. فانت بنيت انسان مش بنيت بس بيوت جديده او قضيت على عشوائيات، انت بنيت انسان جديد. فكل التحيه حقيقي. الى جانب طبعا ان البناء كان في يعني كل المجالات تقريبا ولا سيما مجال الرياضه، الثوره دي كان ليها انعكاسات في المنتهى الايجابيه على القطاع الرياضي بصفه خاصه. الرياضه المصريه شهدت بعد ثوره 30 يونيو سنوات ذهبيه بالمعنى الحرفي للكلمه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، من اول يعني اصرار سيادته على اصدار قانون الرياضه من ناحيه وتطوير البنية الرياضية من ناحية تانية، ودلوقتي كلنا طبعا حاضرين وشايفين الملاعب الرياضية متوفرة لكل شبابنا في كل شبر في البلد، بنشوف تطوير في مراكز الشباب في المدن الشبابية في الاستادات الرياضية. الحقيقة القيادة السياسية بترفع دايما شعار ممارسة الرياضة من حق الجميع، وبالمناسبة البنية السياسية البنية التحتية في القطاع الرياضي هي اللي خلتنا دلوقتي بنبهر العالم بالمعنى الحرفي للكلمة بقدرتنا على تنظيم وحسن تنظيم بطولات عالمية، دول كبيرة ودول عظمى يعني اتهربت من تنظيمها. دي حقيقة. انت استثمرت كمان في هذا المجال، مش فكرة بس اهتميت بيه، ممكن يبقى الاهتمام مجرد تعبير، لكن لما يبقى فيه استثمار هو ده اللي بيعكس بقى هذا الاهتمام على أرض الواقع. خلينا نقول كمان اهتمام سيادة الرئيس مش متوقف كان على كرة القدم بس أو الألعاب الجماهيرية، لا بالعكس على فكرة، يعني كنا بنتابع بشكل دائم، هو كان بيتابع بشكل دائم إنجازات الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والرئيس حقيقي كان دايما حريص على تكريم الأبطال والنماذج الناجحة، شفناها كتير قوي في المؤتمرات الشبابية والمنتديات مختلفة. وزارة كمان الشباب والرياضة خلينا نضيف هنا بتعمل على قدم وساق زي ما بيتقال لتنفيذ مشروع رعاية الموهوبين واكتشافهم، ليه هنا ضمان حصد العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. فشغل على الأرض بيتم في حاجة أكيد كلنا كمصريين لازم نكون فخورين بيها. كمان من ضمن الإنجازات الرياضية يعني الملموسة كان استضافة وتنظيم كبرى المسابقات البطولات العالمية والقارية، وزي ما كنت لسه بقول لكم من شوية أبهرنا العالم بنجاحنا في كرة اليد، في الجمباز، في الرماية، في الخماسي الحديث، وطبعا في غيرها من الألعاب الفردية والجماعية. وشفنا كلنا استضافة وتنظيم مصر لبطولة إفريقيا لكرة القدم للكبار، والبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، وغيرها من البطولات يعني الكتيرة. فعلا اللي بيحصل في مصر ده حاجة مختلفة جدا وحالة متميزة تليق بشعب مصر العظيم. هو لولا ان احنا برنامج رياضي الواحد كان استفاد، بس انا عندي كلام كتير اقوله. بس على كل حال كل سنه واحنا جميعا بخير ومصر بخير، ودايما يا رب الخير كده يكون كل يوم بنشوفه على ارض الواقع في بلدنا ويحمينا يا رب.